ماريانا اتش دي. إليكم أهم العطور الرجالية المثيرة في العلاقة الزوجية. العطور تلعب دوراً كبيراً جداً في العلاقة الزوجية. السلام عليكم بكل الخير. قبل أن نبدأ أحبتي في الله، أتمنى منكم جميعاً أن تكرمونا بتعليق ولايك، ومشاركة الفيديو ليس أمراً، تكرماً منكم. أنواع العطور الرجالية المثيرة: عطر إجريتا باروم، من العطور الخشبية الممزوجة مع التوابل التي تعتمد على المسك والياسمين والزنجبيل. عطر أرامس، مقدمة العطر مكونة من المكونات الخضراء والبرغموت والليمون والكزبرة وخشب الورد البرازيلي. وسط العطر مكون من القرنفل وجذر السوسن والياسمين وزنبق الوادي وإبرة الراعي. أسفل العطر مكون من العنبر وخشب الصندل والبتشول والزباد ونجيل الهند وطحلب السنديان. عطر سيكليبتشر، مكون العطر من جواهر البحر الأبيض المتوسط، زهر البرتقال والبرغموت والكزبرة متوازنة من قبل الأرز والفانيليا الدافئة. عطر فهرنهايت، مكون العطر من الخزامة، اللافندر، برتقال الصين، زهرة العسل، جوزة الطيب، البرغموت والبابونج والليمون، وأوراق البنفسج والياسمين وخشب الصندل وزنبق الوادي والقرنفل. عطر فان دي فاندي، مكون العطر من الريحان، المندرين الصقلي، البرغموت، الفلفل الوردي والحمضيات، خشب الأرز مع نوتات خشبية، الهال، فول التونكا، الباتشولي والجلد المدبوغ. عطر فيري سيكسي، مكون العطر من المشمش، مكونات فاكهية، الورود، زهر السوسن، العنبر، الأخشاب. عطر هوغو، مكون العطر من البرغموت، التفاح، الكزبرة والليمون، وأعشاب بحرية التي تعرف بالرائحة الجذابة، والمسك وأخشاب الأرز العطرة. عطر دانهيل القديم، مكون العطر من التفاح وأزهار البرتقال، الطازج، البرغموت الحلو والليمون وخشب الصاج البتشول، عشب عطري وفانيليا والمسك والبيدانيوم. عطر سيكسي الرجال، مكون العطر من البرغموت، الفلفل، الهيل، الليمون واليوسفي والحمضيات الطازجة والبلسم وخشب الصندل والعنبر والفانيليا والمسك وعبير الأزهار. وهذه كانت أفضل أنواع العطور المثيرة الرجالية. وفي النهاية أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ولا تنسوا مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس، وادعمونا بلايك وتعليق مميز تحت الفيديو. وبكم نكبر، وإلى لقاء بفيديو آخر جديد. مع تحيات أختكم مريانا.